اليوم كي نحتفل بتوقيع هذه الرواية الأخيرة ديالي، وهي رواية تاريخية حول اسم مشهور اللي ما نصفوش التاريخ، وهو سي إبراهيم الروداني. ما نصفوش التاريخ مع الأسف. العنوان ديال الرواية كما ترون هو كاذب فاصلة كاذب في كاذب. ربما الإنسان يعرف المعنى ديال هذا الكتاب بعد القراءة، لأنه الكتاب فيه واحد جوج ديال الشخصيات متناقضة، منهم إبراهيم الروداني اللي هي واقعية، ومنهم واحد دريس اللي غادي يولي من بعد مولاي دريس اللي غادي يجي كطالب ضيف الله في واحد السيد، ومن بعد غادي يدعي البنوة ديال هذا السيد، ومن بعد غادي يبقى يصعد كيف ما انطلاقا من الكاذب غادي يبقى غادي كيصعد في هذاك، باش غادي يولي في النهايه هو العامل ديال هذاك الاقليم ديال ولاد عمران في دوكالا، خلاف اللي هذا السيد اللي هو إبراهيم الروداني اللي كدور كذلك حوله الروايه، واللي كانت تنفى في سيدي بن نور في عام 1953. هذا السي إبراهيم الروداني غادي يموت من بعد غادي يقتلوه مع البدايه ديال الاستقلال، غادي يموت ما عمر التاريخ غادي ينصفو، وما عمره غيتكتب عليه. الا جيتو تقلبوا مثلا في الكتب اللي حول المقاومه غتلقاو بانه عليه ثلاثه سطوره، واحد كيدير عليه باراغراف واحد اربعه سطوره ولا خمسه، هادشي اللي كنلقاو عليه غالبا. ولهذا انا كنت غنكتب بحث حول إبراهيم الروداني، وقلت من الاحسن انني ندير روايه لانني لم اكن املك المراجع، فدرت قلت غادي نحاول ندير روايه، فكانت هذه الروايه ديال كاذب في كاذب، والبقيه راه موجوده في محتوى الكتاب.